بص يا معلم، خلينا اوريك اندر الاماكن في مصر. اول مكان في راس سدر، ما تقدرش تلمس المية لاكتر من ثانيتين. 200 درجة مئوية طلع من بطن الارض، مية سخنة تغلي. العيون الكبريتية على طريق شرم الشيخ، عاملة حمام سباحة طبيعي الناس بتنزل فيه عشان تعالج الامراض الجلدية والعظم، بس لازم تبعد عن المصدر عشان درجة حرارة المية تكون كويسة انك تنزل فيها. بتروح بعربيتك عادي، هتلاقي العيون على الطريق، بتركن وتنزل براحتك. تاني مكان نادر في مصر على طريق اسكندرية الصحراوي، وده من احلى المغامرات اللي هتعملها في مصر. عبارة عن بحيرات صناعية كبيرة ووسطها جزر، الجزر دي عليها حيوانات برية، انواع كتير جدا هتشوفوها. المميز في المكان انهم بيحاولوا يحاكوا الطبيعة اللي عايش فيها كل حيوان، ومديينهم مساحات كبيرة لدرجة ان المكان ما ينفعش تخشه من غير عربية. واحلى حاجة انهم بيدوك اكل عشان تأكل الحيوانات وتتفاعل معاها. بتدفع على البوابة 800 جنيه تذكرة العربية، وبيكون لأي عدد أفراد عادي. أول ما تخش هتلاقي حيوان أول مرة هتشوفه في مصر، اسمه اللاما. هتلاقيه وسط مساحات خضرة كبيرة شبه الزرافة على صغير. اركن عربيتك في نص الطريق عادي وانزل، الراجل هيديك أكل، جرب تأكله. بعدين هتعدي على بحيرة البجع، ما لقيناش سمك نأكلهم بيه، بس هزرنا معاهم شوية أكننا معانا أكل وأكلناهم معانا. هتشوف أسرع قرد في العالم، موجودين وسط جزيرة صغيرة في المية. وهتشوف حيوان النوى بتاع سيمبا وقطيع نعام، وهتكون قريب منهم جدا. هتعدي برضو على قطيع كبير جدا من الغزلان، ودي من أحلى التجارب هناك. هيتلموا كلهم حواليك عشان تأكلهم وتتفاعل معاهم. شوف الفلامينجو وسط ممر مائي، والفهد والنسر المصري، حيوانات شكلها مهيب جدا من قريب. وكل مكان بتقف فيه هتلاقي مكتوب معلومات عن الحيوان وشخص مخصوص عشان يكلمك عنه ويديك اكل تاكله. هتشوف حبيبه وملك وهتاكلهم بنفسك. المكان موجود من 19 سنه، فعارفين الحيوانات بالاسم. تعدي على البابون، قطيع كبير، كبار وصغيرين، وكلهم هيطلعوا على العربيه عشان توصلهم للناحيه التانية. ممكن تهزر معاهم شويه لو عايز. مش بس كده، لسه هتشوف شمس وسلاحف عمرها 80 سنه، وطبعا ملك الغابه وهيبته. هتشوف البغبغانات اللي بتشوفها في ناشونال جيوغرافيك، وشهاب وادهم، وهتختبر قدراتك في التنشين وانت بتاكلهم جزر. هتعدي على كهف زواحف، وهتشوف حيوانات اول مره تشوفها زي الجربوع وطوط الفاكهه. بيت الطيور من امتع التجارب هناك لانهم بيحبوا يهزروا معاك. واخيرا تعمل رحله نهريه وسط البحيره عشان تاكل البط والبجع والفراخ والقرود، وتسلم على هيثم كمان. اخر مكان نادر في مصر هي سينا. سينا فيها شويه اماكن محدش يعرف عنها حاجه، وهي من اجمل الاماكن اللي هتشوفها في حياتك. وسط تالت مكان تزوره هو الوايت كولرد كانيون، حوالي 50 كيلو من دهب. دي اماكن كونها مجرى البحر الاحمر اللي كان بيجري فوقيها من ملايين السنين، وده معناه انك محظوظ انك عايش دلوقتي عشان تجرب تمشي في اماكن عمرك ما كنت هتمشي فيها في زمن تاني. طبعا المناظر في الاماكن دي تفوق الخيال. هتلاقي تكوينات غريبه جدا في الطريق زي المشروم روك، وطبعا جوه الكولرد كانيون. وما تنساش تعدي على العين الخضراء، دي عين عملت من خيراتها واحه صغيره، وكانت ضرب للحجاج زمان بيعدوا يركنوا الجمال ويستريحوا في المنطقه دي عشان يكملوا الطريق. بعد كده خد بعضك وشوف عربيه نص نقل بتطلع على نويبع. العربيات هناك هتوديك ب 400 جنيه وبتقسمها عليك انت واصحابك، او تطلع عند كمين دهب وتعمل هيتش هايك. نويبع فيها كامب جميل اسمه الوشواشي، هتشوف فيه هدوء عمرك ما شفته في حياتك. الميزانيه هناك هيودوك بعربيه لوادي الوشواش، وسعر السفاري بيكون حوالي 800 جنيه. وادي الوشواش ده من احلى واجمل الاماكن اللي هتشوفوها، مليان ثروات وخيرات طبيعيه مهوله، بس المميز فيه هو اخر نقطه في الوادي، مكان تجمع امطار عمقه 7 متر تقريبا. تجربه ممتعه جدا انك توصل له لانه مش سهل، وبعد تعب مشي بتنط في الميه الساقعه وتحس براحه كبيره جدا وسط الطبيعه. خامس مكان هو سانت كاترين، لازم تزور المكان الوحيد على وجه الارض اللي ربنا تجلى عنده. عشان تروح من نويبع هتكلم شركة الأصدقاء، بيروحوا كل يوم وهتدفع 75 جنيه لحد سانت كاترين. ممكن تنزل في كامب اسمه فوكس ب 100 جنيه في الليلة على أول دخلة المدينة، وفي ملعب كورة في وسط المدينة ممكن تلعب فيه مع قبيلة الجبلية في الغروب وحواليك الجبال. منظر رائع. وأحسن مكان للأكل مطعم سانت كاترين، الوجبة سعرها 100 جنيه تقريبا،
قبل ما تروح جبل موسى جرب اعمل هايك يومين مع شباب اسمهم عشيرة الوادي، هتزور فيهم اجمل وديان وجبال ما كنتش تعرف عنها في سيناء، وهتحس بحضور وهدوء نفسي ما حسيتوش قبل كده، لانك هتفصل عن كل حاجة، مفيش شبكة، انت والطبيعة والسماء والحياة. هتعدي على مناظر خيالية ومخرات سيول وصحراء وخضرة وحيوانات برية ونجوم بالليل، وتاكل حرفيش من ايد البدو، وتقابل ام السعد، وتمشي قريب من السحاب طول الوقت. يومين مناظرهم هتغطي على المجهود الصعب اللي هتبذله في المشي. سعر اليوم مع قبيلة الجبلية كمرشدين 450 جنيه. بعد اليومين دول لازم تروح لدير سانت كاترين وتاخد مرشد ب 450 وتطلع جبل موسى. هتدخل في مود روحاني جدا وتبدأ الرحلة بالجمال، بياخدوك ب 300 جنيه لقبل القمة، وتنزل وتطلع 750 سلمة للقمة. الطريق سهل، لكن بعد المجهود البدني اليومين اللي قبليهم هتحس انه صعب، بس لما توصل لقمة الجبل خد نفسك وتأمل في جمال خلق الله، وشوف جبل التجلي اللي لما سيدنا موسى طلب يشوف ربنا، ربنا قال له يبص على الجبل ولو استقر مكانه هيشوفه، بس الجبل الدك ومستحملش رفع الحجاب. لما طلعت الجبل صادف انها ليلة الإسراء والمعراج، فانتهزت الفرصة ودعيت من قلبي من على قمة الجبل، ودي حاجة لازم تعملها لو رحت، ادعي وان شاء الله ربنا هيتقبل. ادعي في المكان اللي نزلت عليه الوصايا العشر اللي لو تبعهم اي انسان هينجح في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله، ما تسرقش، ما تزنيش، ما تقتلش، تجنب الفواحش، حافظ على مال اليتيم، اوفي بالعهد، العدل في الكيل والميزان، كن عادل، وامشي على الصراط المستقيم. شكرا.